كي يجي الفلوس على البكرة بجد الشيطان كله. شوف تركيا وراها. بقول لي نيجي تبيت كمان أمينة أردوغان. فهو يستحق منا كل تقدير وكل ثناء يعني. وإحنا أول حاجة أنا هديته إياه هدية بسبب إنه هذول الانقلابيين إنه الله نصره عليهم والله ثبته. ثاني حاجة لأنه معطاه لهذا الشعب الفلسطيني شعب تركيا وشعب فلسطين بينهم صداقة اللي هو الإسلام والدين. هذول الاثنين بربطهم صداقة الإسلام والدين، مش مشكلة بعد المدى، في مشكلة إنه ارتباط في الإسلام وفي الدين وفي العطاء للمسلمين لبعض. فهذه النقطة اللي خلتني أنا أسمي أردوغان رجب أردوغان رئيس تركيا وأهدي هذا الولد على إنه الله سلمه على الانقلابيين. وهذا أسباب أنا هديت لهذا الإنسان لأنه معطاء للسوريين عمل لهم مخيمات. أنا سمعت 5 مليون والخمس مليون مش عدد قليل، برضو بنشكره وبنشكره على عطاه للشعب الفلسطيني وللمؤسسات الفلسطينية وللهلال الأحمر التركي. قعدنا على الإذاعة أنا وزوجي سمعنا إنه أردوغان بحن عليهم وبعد إيد المحن إلهم تلو بدي أسمي رجب أردوغان يساعد أخوته يطلع أخوته بعزوة أبوه وأخوته كمان يا رب. بسبب فشل الانقلاب على تركيا وبسبب دعمه للقضية فلسطين وخاصة غزة ومرة بعت قافلة في البحر ومات فيها من تركيا أكثر من 21 نفر. فهذا هو السبب اللي خلاني أدفع حالي لأنه هذا رئيس شرعي وبسبب هيك أن أنا سميت اسم ابني رجب طيب أردوغان. تعال تعال حوالي.